تريد الهداية، تريد الهداية لكل ما ينفعك. إذن لن أطيل عليك. واحد، كثرة ذكر الله نور، نور. كثرة ذكر الله لن تستطيع على الثلاثة التي بعدها إلا بهذا السبب. والذاكرين الله، وكثيرا والذاكرات، كثيرا كثيرا. هل أنت ذاكر كثيرا في سيارتك، في مشيك، في دخولك، في طلوعك، في بيتك؟ اذكر الله حتى يقال عليك موسوس. اذكر الله حتى يقال عليك موسوس، هذا ما يسكت لسان. اذكر الله، اللهم اجعلنا من الذاكرين، قولوا امين. عشان يهديك لو تريد الهداية حتى في امور الدنيا، يهديك، يهديك الى الحكمة، يهديك الى اتخاذ القرار الصح في كل شيء. اقل الناس ذكرا لله دائما اصحاب قرارات خاطئة في كل حياته، العائلية والعملية والمادية والاجتماعية، كل شيء. أسأل الله أن يرزقنا ذكره كثيرا. واحد، ذكر الله. اثنين، قراءة القرآن. القرآن سمى الله هداية، يهدي. قراءة القرآن وإن كان من ذكر الله ولكنه يحتاج إلى بند خاص. من منا له وقت خاص للقرآن كل يوم؟ من؟ إننا نعطي القرآن فضل أوقاتنا لو كان أعطينا. ولذلك نضل، نخطئ، نذنب، نعصي، نتخذ قرارات خطأ في كل شيء. اقرأ القرآن كل يوم ربع ساعة على الأقل، طبعا كل يوم ربع ساعة على الأقل للقرآن. يا بخيل ربع ساعة ما تعطيها للقرآن من 24 ساعة، ربع ساعة. بس بشرط اجعلها منظمة في وقت معين. خلاص الربع ساعة بعد صلاة الظهر، يعني بعد صلاة الظهر، بعد الفجر من 10 إلى 10:15 انتهى. لا يمكن تجيب على تليفون ولا تتصل على أحد ولا تكلم أحد، الربع هذه الساعة للقرآن. وانظر النتيجة، لأن القرآن عجيب ولا ما هو عجيب؟ في سورة الجن، إنا سمعنا قرآنا. ما العجيب في القرآن؟ الآية التي بعدها إيش؟ يهدي إلى الرشد. القرآن يهدي، القرآن لوحده يهدي. لن تستطيع على قراءة القرآن إلا بكثرة ذكر الله، أن تخصص له وقت. إذا الثانية إيش؟ قراءة القرآن. الثالثة، الصلاة، 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 الصلاة. أقولها مليون مرة للنساء، وأما الرجال نزيد عليها شيء. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، صلاة الجماعة. لا تترك صلاة الجماعة، صل صلاة كلها، صل صلوات الجماعة كلها، الأربعة كلها. ها يا جماعة، أربعة ولا خمسة؟ هي صليها الأربعة كلها، أربعة ولا خمسة. صلاة الفجر هذه أصلا ما هي، بعض الناس ليست عنده في القائمة أصلا، ما هي موجودة أصلا. انسى، انسى، وهي أهمها. تشهدها ملائكة الأرض والسماء، صلاة الفجر، صلاة العصر، صلاة العشاء علامات، صلاة الظهر والمغرب مهمة، تقي من النار وتحرم من النار وإلى آخره. أحب صلاة إلى الله ما هي؟ صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة. ها؟ لا، صلاة الفجر كذا بالنص. أحب صلاة إلى الله على الإطلاق صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. إذا تريد الهداية، صلي الصلوات الخمس في المسجد، صليها في المسجد، سترى الهداية. والله سترى الهموم والغموم تذوب ذوب، والله سترى المنكرات تريد أن تفعلها فتقول لا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء
والمنكر. هذه كلها خاصة بماذا؟ بعبادات، ذكر الله، قراءة القرآن، الصلاة، في حاجة خاصة بجوارحك. غض البصر، تريد الهداية؟ غض البصر، غض البصر، لأن عندنا بصر وعندنا بصيرة. أطلق بصرك تطفئ بصيرتك، زر، غض بصرك تضيء بصيرتك، هي كذا. أطلق بصرك، تعال تفرج على ملكات الجمال، تفرج على المسلسلات والتمثيليات، تفرج على المسابقات المحرمة طبعا، تفرج على هذه، تفرج على المواقع المحرمة، افعل ما تشاء، والله أن بصيرتك تظلم، تظلم، تظلم. كلا بل ران على قلوب، مسكين أنت، مسكين. غض بصرك، دواء غسيل، ينغسل القلب، ينظف. في هذه الليلة سنكتب شيء واحد، اللهم اغفر لنا يا رب، واهدنا يا رب، وعزتك يا رب أننا نحبك، اهدنا يا رب. يا رب لا تعاملنا بتقصيرنا، ولا تعاملنا بذنوبنا، لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله. يا كريم أكرمنا، يا هادي اهدنا، اللهم اهدنا أجمعين، اللهم اهدنا يا رب، يا رب اهدنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجن، أرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى